أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. اليوم الثلاثاء 16 من فبراير لعام 2021، وهنبتدي كورس جديد للفسيولوجي بإذن الله، يعني مكثف ومبسط. وطبعا أول أود أن أنا أشكركم الحقيقة، فاليوتيوب بعتولي أن قالوا لي أن عدد السبسكرايبرز تخطى 100,000 سبسكرايبرز، وطبعا المشاهدات بالملايين، والفضل كله بعد الله يرجع لكم طبعا في ثقتكم في اللي بنقدمه. النهاردة احنا قررنا يبقى يعني المحاضرة ما تزيدش أبدا عن 45 دقيقة، يعني تختص الموضوع واحد مش هنزودها عن 45 دقيقة، وهنعمل فيها دياجرامز مجددة شوية عشان خاطر تفيدكم أكتر، وهنحاول نبقى نحدث المعلومات بما يتناسب مع طبعا المعلومات بتتغير في الفسيولوجي. النهاردة أول محاضرة بتختص بالكارديوفاسكولار سيستم وهي انترودكتوري، فهنبتدي نتوكل على مبتدئ بالكارديوفاسكولار سيستم. Lecture 1. انا بس عاوز اقول لكم ان احنا يعني قبل ما ابتديها بحب فقره المعلومات العامه، انه المكتشف الدوره الدمويه اللي هو ويليام هارفي ده بريتش يعني فيزيشن، يعني متخصص في الفسيولوجي اكتر، بنقدر نقول ان هو الجاد فادر بتاع علم الفسيولوجي، لان هو اول واحد يتكلم على سيستميك سيركوليشن بوجه خاص وبدقائقها. والراجل ده اتولد في 1578 وتوفاه الله في 1657، من 1578 ل 1657. ويليام هارفي العالم الانجليزي ده هو الاب الحقيقي لعلم الفسيولوجي باكتشافه للسيركوليشن. طيب عندنا حاجه بنحب نتفق عليها، ان احنا النهارده هنتكلم في 6 نقاط، واللاك نمبر الرقم الحظ بتاعنا هو رقم 2، يعني زي ما انت شايف في اللوحه اللي قصادك، فان كل حاجه دلوقتي هنتكلم عليها هي فيها رقم 2. فعندنا 2 سيركوليشنز، 2 بامبس، 2 تشامبرز، 2 تايبس اوف فالفز، 2 تايبس اوف فايبرز، اند 2 فانكشنال سنسيتي. بنسميها المينتال سيت. المنتال سيت يعني التهيؤ الذهني، لما الواحد بيبقى مهيئ ذهنيا ده بيساعد التذكر اكتر. فنبتدي اول حاجه بان احنا ليه عندنا 2 سيركوليشنز، وي هاف 2 هارتس، لان عندنا 2 سيركوليشنز، يعني الانسان مش عنده قلب واحد، عنده قلبين، ويمكن انتوا زي ما انتم شايفين في الصوره، بس مش عارف الليزر اهو اشتغل اخيرا، انا فصلت الهارت الى قسمين. Why we have two hearts? Because we have two circulations. فنبتدي أول نقطة في النقاط الستة اللي هي two circulations. عندنا pulmonary circulation اللي هي الدورة الصغرى، والsystemic circulation اللي هي الدورة الكبرى. طيب أنا هقارن ما بينهم، بحب النظام جدا، في 5 نقاط، هما بيتفق في 4 وبيختلف في نقطة. وعلى فكرة كل نقطة من النقاط الخمسة multiple choice question، سؤال متعدد الاختيارات. نبتدي pulmonary circulation بتبتدي من الرايت فنتريكل، وبنسميها pulmonary يبقى بتودي الدم للlungs to be oxygenated وترجع للليفت اتريوم، يعني من الرايت فنتريكل الى الليفت اتريوم مرورا باللانجز. اما الدوره الكبرى وهي systemic circulation فبتبتدي من الليفت فنتريكل، الدم يروح من اسمها سيستميك لكل البادي سيستمز، يودي لها الدم اللي هو اوكسجينيتد، يدي لها اكسجين ونيوترينتس، وياخد منها الكربون دايوكسيد والويست برودكتس، وترجع للرايت اتريوم. يبقى اول نقطه في الاختلاف ان البالمونري بادئه من الرايت فنتريكل للليفت اتريوم، السيستميك بادئه من الليفت فنتريكل تو ذا رايت اتريوم. ثاني فرق مهم جدا في الام اس كيو، ان قلنا ان البالمونري سيركيليشن بتودي ريديوسد بلاد لللانجز تو بي اوكسجينيتد، يبقى في البالمونري سيركيليشن هي السيركيليشن الوحيده اللي الارتريز بتاعتها البالمونري ارتري
لكن ما فيهوش oxygenated blood، في reduced blood، وبالعكس البلمونري فينز فيها veins veins لكن فيها oxygenated blood، حتى انا رسمها باللون الاحمر. انما systemic circulation زي اي circulation، الارتريز فيهم oxygenated blood والفينز فيهم reduced blood. يبقى ده تاني فرق. تالت فرق البريشر. اعلى بريشر في السيركوليشن بيحصل في فتره الانقباض اللي بنسميها سيستول. ففي السيستميك سيركوليشن اعلى بريشر في النورمال بيرسون دورينج ريست بيبقى 100 تو 140 مليمترز مركوري. ده اعلى بريشر اللي هو السيستوليك بريشر في السيستميك سيركوليشن في نورمال بيرسون دورينج ريست. ما يقابله في البلمونري سيركوليشن 20 to 30 مليمترز مركوري. وده السؤال الثالث ام اس كيو. السؤال الرابع، طب هو ليه البريشر في السيستميك اعلى من البلمونري؟ لان المقاومه الريزيستنت بتاعت السيستميك سيركوليشن اكتر من 10 مرات، مور ذان 10 تايمز الريزيستنت تو بلمونري سيركوليشن اللي هي فيري لو. طب النقطه الخامسه والاخيره في المقارنه ما بينهم، ان كميه الدم اللي بتدخل بالمونري سيركوليشن تساوي تماما كميه الدم اللي بتدخل السيستميك سيركوليشن، لان هما ان سيريز، يعني دي تدي دي وبعدين تتلقى الدم منها. بمعنى اخر ان كميه الدم اللي بيضخها الرايت فنتريكل في الدقيقه واللي بنسميها كاردياك اوتبوت اللي هو الفوليوم بلاد بامب باي ذا رايت فنتريكل بير مينيت ايكوالز ام اس كيو. مهم جدا. اكزاكتلي بالظبط الفوليوم اوف بلاد بامب باي ذا ليفت فنتريكل بير مينيت دورينج ريست اللي هو 5 لترز. يبقى هما اختلفوا في اربع حاجات واتفقوا في شيء واحد اللي هو الفوليوم اوف بلاد بامبد في البالمر سيركيليشن ايكوالز اكزاكتلي الفوليوم اوف بلاد بامبد في السيستميك سيركيليشن اللي هو كاردياك اوتبوت اوف رايت فنتريكل دورينج ريست ايكوالز الكاردياك اوتبوت اوف ذا ليفت فنتريكل دورينج ريست. دي اول نقطه اللي هما تو سيركيليشنز. طب نيجي تو بامبس، ما احنا قلنا ان الهارت اكشولي انا راسمهم بعاد عن بعض، هنشوف في رسومات تانية انا هرسمهم جنب بعض. وان هارت اكشولي يو هاف تو هارتس بيكوز وي هاف تو سيركيليشنز. طيب عندي الرايت سايد والليفت سايد. النقطه الثالثه ان كل بامب او هارت بيتكون من تو تشامبرز، اتريوم اللي هو الاذين وفنتريكل اللي هو البطين. كل واحد من دول فيه سؤال، ايه المين فانكشن اوف فنتريكل؟ ايه الوظيفه الاساسيه بتاعت الفنتريكل؟ تو بامب بلاد ان سيركيليشن. الرايت فنتريكل بامبس بلاد ان بالمونري سيركيليشن والليفت فنتريكل بامبس بلاد ان سيستميك سيركيليشن. طيب خد بالك بقى في سؤال ام اس كيو مهم جدا هنا. احنا قلنا ان الليفت فنتريكل بي بامب بلاد ات ا هاي بريشر 100 تو 140 مليمترز مركوري دورينج سيستول في الريست ان ا نورمال بيرسون. عشان كده سموا الليفت فنتريكل، سؤال مش مهم جدا، هاي بريشر بامب. بينما قلنا الرايت فنتريكل بامبس ذا سيم فوليوم اوف بلاد بات ات ا لوور بريشر 20 تو 30 مليمترز مركوري. عشان كده الرايت فنتريكل بيسموه لو بريشر بامب compared the left ventricle or high pressure pump، او ممكن في المالتيبل تشويس يجي لك فوليوم بامب. طب نيجي بالنسبه لل اتريا، وات از ذا مين فانكشن اوف اتريا؟ الاتريا الفانكشن بتاعتها اساسا نوت تو بامب بلاد، انما بلاد ريزرفوار. وتعالى افهمك ليه. دلوقتي تخيل ده الاتريا وده الفنتريكل. اكشولي الفنتريكل بياخد بنفسه 70% من البلاد من الاتريا، بيعمل له ساكشن بيشفط 70%، والاتريا بيبامب بس 30%. عشان كده المين فانكشن اوف اتريا نوت تو بامب بلاد، انما سؤال مسكي مهم جدا، الاتريا الاذين بيشتغل از بلاد ريزرفوار، بيخزن البلاد لحد ما الفنتريكل بنفسه بيصك بياخد 70%، واكشولي الاتريال بيبامب 30% فقط. وعليه لو مريض الاتريا بتاعته توقفت عن الانقباض، حاله اسمها اتريال
fibrillation يعني رعشة الأذين ما بينقبضش ما بينقبضش إنما بيعمل fibrillation. الإنسان مش هيموت لأن الventricle still بياخد 70% blood. يبقى الاترال fibrillation does not danger أو endanger lives لأن the main function of atria بتشتغل كإيه الفانكشن blood reservoir. عشان كده بنقول في الام اس كيو الاتريا الاذينز او الاذينان not essential for life whereas the ventricles are essential for life. يعني لو حصل ventricular fibrillation هذا يساوي وفاه فوريه لكن في الاتريا fibrillation the main function of atria not to pump blood انما blood reservoir 70% بيتاخده من الventricle. لو توقف الاتريا الهارت بيفقد 30% فقط من كفاءته. طب ايه عيب الاتريا fibrillation؟ ان في شويه بلاد اللي هما ما خدهمش الفنتكل هيستجنيت هيحصل لهم ركود في الفنتكل في الاتريا وبالتالي ممكن يحصل فيهم بلاد كواجيليشن. عشان كده كل المرضى اللي عندهم اي اف اترال فايبريليشن لازم عشان ما يحصل لهمش بلاد كواجيليشن بنديهم انتي كواجيلانتس او بلاد ثينرز. طيب نيجي النقطه اللي بعد كده ان احنا عندنا تو تايبس اوف فالفز يوجد نوعان من الفالفز. تعال بقى عشان نتفرج على نوعين الفالفز دول شوف الدياجرام اللي بعده. Actually الهارت بتاعك اهو انا راسم التو هارتس الاترا والفنتكل الاترا والفنتكل جنب بعض هما actually two hearts left side وright side left pump وright pump. Actually الهارت ده عنده skeleton السكيلتون بتاعه بيتكون اهو اديني ماشي معاك من 4 fibrous rings 4 rings معموله من fibrous tissue to each ring لكل رينج في chambers attached ما انا عندي 2 atria 2 و 2 ventricles 2 يبقى 4 لكل رينج من الاربعه ماسك chamber. طب والجمله الاهم وكل رينج من الاربعه موجود فيه valve valve يعني صمام. ايه وظيفه الفالف سؤال ام اس كيو بيالاو الباسج اوف بلاد ان وان دايركشن في اتجاه واحد بس واحنا قلنا كل حاجه عندنا اثنين. وي هاف تو تايبس اوف فالفز عندي نوعين من الفالفز في اتريو فنتريكولار فالفز اللي هي بتكوندكت البلاد فروم اتريا تو فنتريكل البلاد بيمشي من خلالها من الاتريا للفنتريكل فيسموها اتريو فنتريكولار واحد على الليفت سايد واحد على الرايت سايد. وعندي تو فالفز بيسموهم سيمي ليونر سيمي يعني شبه ليونر يعني قمر فشبه قمري ان هما مش بيضاورين هما بيضاويين اهم واحد عند بداية الاورطة اسمه اورطيك فالف واحد عند بداية البلموناري ارت اسمه بلموناري فالف اللي هو قافل يبقى شكله زي ما انت شايف زي علامة المرسيدس. So we have قلنا كل حاجة اتنين two types of valves atrioventricular و سيمي ليونر valves. كل نوع من النوعين بينقسم بدوره الى اثنين عندي الاتريو فنتريكولار هما بيفصلوا الاتر على الفنتكل ناحيه الليفت بيسموه مايترال فالف وده سؤال مسكين مهم جدا الوحيد اللي هو باي كاسبيد يعني عنده ضلفتين فقط تو كاسبس بينما لناحيه الرايت وكما يبدو من اسمه بيسموه تراي كاسبيد فالف لان عنده ثلاث ضلف او 3 cusps. خد بالك بقى السيمي ليونر فالفز اللي عند بدايه الاورطه اسمه اورتيك فالف 3 cusps اللي عند بدايه البلموناري بيبقى برضو 3 cusps. يبقى اذا سؤال المسكيو مهم جدا يبقى في الاربعه فالفز التو سيمي ليونر فالفز والتو اتري فنتريكولار فالفز في فالف واحد بس هو اللي عنده 2 cusps حتى ساعات يسموه باي كاسبيد بس بيجي لك في الام اس كيو تحت المايترال فالف. وبحكي فقر المعلومات العامة ليه سموا كلمة مايترال لماذا سميها بالمايترال. في الرتب الدينية بنعرفهم من غطاء الرأس ففي الكنيسة الكاثوليكية في روما المساعد البابا بيسموه المايترال أو المطران بالعربية حتى بنعرفه ازاي من غطاء الرأس بيبقى مزدوج يعني عنده غطاء رأس مزدوج لما تقلبه هو ده يبقى المايترال فالف عشان كده سموه مايترال فالف. ليه بحكي القصة؟ الطالب ساعات يقول لي أنا بفتكر المعلومات من القصص لأن أنا ما بحكيش قصة ملهاش علاقة بالموضوع
يبقى من هو الفالف الوحيد اللي عنده 2 كاسبس وما عندوش 3 كاسبس؟ ميترال فالف، لانه بيشابه غطاء الراس بتاع مساعد البابا بتاع روما، ميترال فالف. طيب تعالى نتفرج مع بعض نشوف ازاي الفالفز دي بتالاو الباسج بلاد اونلي ان وان دايركشن. وان كان انا عاوز اقول لك حاجه، دي مش مهم ما حدش يسالك فيها، بس انا عاوز ناس فاهمه. تعال نتفرج مع بعض هنا الاترو فينتريكولار فالفز ازاي بيسمحوا بانتقال الدم من الاتريا تو فينتريكل اند نوت ان ذا اوبوزيت دايركشن، مش من الفينتريكل للاتريا. لان الكاسبس بتاعه الفالف، الدولف بتاعه الفالف، هو ده البايكاسب اللي هو ناحيه الميترال، بتبقى ماسكه في عضله في جدار القلب اللي هي باللون الاسود اسمها بابيلاري ماسل، بواسطه حبال كده يسموها كوردا تنديني، يعني التندونز اللي في شكل كورد، التندونز اللي زي الحبال. فلما الدم بيجي ينتقل من الاتريا للفنتكل، الكاسبس بتنزل لتحت والحبال ترتخي. لكن لو حاول الدم ينتقل بالعكس، الفنتكل انقبض وحاول الدم ينتقل من الفنتكل الاتريا، الكاسبس دي بتطلع لفوق للمستوى الافقي، ولما توصل بالظبط للمستوى الافقي الحبال بتبقى مشدوده، فبتمنع الايفيرشن ان الكاسبس دي تتقلب للناحيه الثانيه وبالتالي يتقفل الفالف. يبقى تصميم الفالف بيسمح ان الكاسبس تفتح فقط لما الدم يبقى جاي من الاتريا للفنتكل، لان في الحاله دي الاحبال بتبقى مرتخيه ولا تسمح بانتقال الدم من الفنتكل للاتريا، لان الكوردة تنديني بتبقى ستريتشد وبتكيب الكاسبس في المستوى الهوريزونتال. محدش هيسألك في ده، انت تعرف ان الفالفز وظيفتها ايه؟ allow passage of blood in one direction في حالة الاتروفنتريكولار من اسمها من الاتريا للفنتكل. نيجي بقى السيميليونر فالفز اللي هي شبه قمري، اللي هي عند بداية الاورطة او بداية البلمونري، دي بتشتغل بطريقة تانية خالص. احنا قلنا وهي قافلة بتبقى عاملة زي علامة المرسيدس، يعني لو الدم حاول يحصل له ارتجاع من الاورطة البلمونري للفنتكل، الكاسبس دي بتتملي وتقفل الفالف. بينما لما الفنتكل بينقبض الدم بيندفع من الفنتكل للاورطة او البلمونري، لان الكاسبس دي بتيجي على جوانب الفالف وبتفتح، واوريها لك احسن. بص معايا حضرتك، اعتبر انا عندي الفنتكل وانتوا عندكم الاورطة او البلمونري، وفي انا ما عنديش غير التيم، لكن اعتبر في ثلاث كاسبس بالشكل ده. فلما الفنتكل بينقبض الكاسبس دي بتيجي كده ناحيه حواف الرينج بتاعه الفالف، تيجي كده والدم يخرج. لكن لو حاول الدم يحصل له ارتجاع بالعكس من عندكم من الاورطه اللي عندي، الكاسب ده بيتملي بدم والكاسب ده يتملي دم والتالي يتملي دم، فيمنع ارتجاع الدم. يبقى الميكانيزم مختلف تماما، الكاسبس بتيجي ناحيه الجدار ناحيه الرينج، والدم جاي من الفنتكل اللي هو عندي ورايح لكم اللي هو الاورطة البلمونري. لكن لو الدم حاول يرتجع من عندكم الاورطة البلمونري اللي عندي، الكاسب دي هتتملي ودي تتملي ودي تتملي بالبلاد، قفل الفالف. ما يهمنيش كل الكلام ده، يهمني معلومتين. المعلومة الأولى وظيفة الفالفز، إن الفالفز allow passage of blood in one direction في حالة الاتروفنتريكولار from atria to ventricle، في حالة الاورطة البلمونري from the ventricle to aorta or pulmonary. تاني حاجة إن all cusps are عندهم three cusps، all valves آسف have three cusps. مين الفالف الوحيد وأنا متأكد إنكم فاكرينه اللي هو bicuspid اللي هو الميترال فالف؟ طيب ننتقل للنقطة الخامسة. إحنا قلنا عندنا 6 نقط النهاردة. إن we have two types of fibers في الهارت، عندي نوعين من المسل فايبرز. وي هاف اوردينري كونتراكتايل مسل فايبرز، يعني اللي هي المسل فايبرز اللي بتنقبض، العاديه اللي بتنقبض، اللي هو بينقسم الى قسمين، في اتريا المسل فايبر اللي هي بتقبض الاتريا الاذنين، وفي فنتريكولار مسل فايبر اللي هي بتقبض البطنين. يبقى عندي اوردينري كونتراكتايل مسل فايبر، ودي سترايتد يعني مخططه بالظبط زي السكيليتال ماسل فايبرز، نفس الكلام اللي هنقوله مع السكيليتال ماسل فايبرز، المايسين والاكتين والتداخل سترايتد.
طب تاني نوع عندي specialized type of muscle fiber. اللي specialized أنا قلت رقم السعد بتاعنا هو رقم 2، بتنقسم بدورها إلى نوعين. في muscle fiber specialized في إيه؟ إنها initiate الكارديك impulse، يعني تبتدي كهربة القلب. القلب لا يعتمد على الأعصاب إنها تجيب له الإشارات العصبية. هو عنده muscle fibers، هي muscle fibers قادرة على توليد الكهرباء بتاعة القلب وعليه القلب ينبض. مين البيس ميكر، الحتة اللي هي مشغلة قلبك وقلبك وقلب قلب العبد الله، اللي هي الساينو اتريال نود اهي اللي انا بشايفها بحط عليها الليزر اهو، ده الساينو اتريال نود، دي النورمال بيس ميكر اوف ذا هارت. كل معلومة هقولها مهمة في الام اس كيو، موجودة فين؟ في الرايت اتريال. فين بالظبط؟ الرسمة مش مجسمة، على البوستيرول. فين بالظبط؟ عند فتحة الوريد الأجوف العلوي اللي هو السوبيرو فينا كاف. يبقى تعلمنا انها في الرايت اتريم بوستيرول عند الاوبننج السوبيرو فينا كاف. طب نورمالي عندها انترنسك ابيليتي، مقدرة جواها، انترنسك يعني جواها ذاتية، انها تطلع الاشارات العصبية بمعدل من 100 ل 110، يبقى متوسط 105 impulse per minute في الدقيقة. طب واحد يقول لي بس احنا قلوبنا ما بتشتغلش 105 في الدقيقة، احنا القلب في الطبيعي بيشتغل حوالين 70، هي بتطلع 105. طب ده سؤال تاني امسكوه مهم جدا، طب مين اللي بيتشك يعني بيقلل الهاي ريذميستي دي؟ عصب مهم في الجسم اسمه الفيجاس ومعناه الحائر، هي بتتغذى بعصب اسمه الفيجاس بيقلل عدد الإمبولس فيخلي ضربات قلبنا في حدود 70. وإيه الغرض؟ ليه بيخلي قلبنا ينقبض بعدد أقل؟ دي عشان خاطر نبريزيرف الإنرجي، عشان خاطر القلب ما يستهلكش طاقة كتير during rest، فالقلب بيضرب عدد قليل من الضربات. طب سؤال تاني في الـ MSQ، طب النورمال هارت ريت، ما تقوليش 70، النورمال هارت ريت أي هارت ريت ما بين، افتح ودنك، 60 و100، يعني ما نعتبركش عندك ابطاء في القلب غير لو تحت 60، وما نعتبركش عندك اسراع في القلب تاكي كارديا غير فوق 100. يبقى تحت 60 ابطاء برادي، برادي يعني بطيء، كارديا يعني قلب بطيء، وفوق 100 تاكي، تاكي يعني سريع، تاكي كارديا يعني قلب سريع. يبقى كل واحده من دول سؤال ام اس كيو. يبقى الانترنسيك ريدم بتاع الاس ان او ب 105 تشيكت بعصب اسمه الفيجاس، حتى على وجه الحدود بيبقى الرايت فيجاس هو اللي بيغذي الاس انود، ومش عاوزه يعني فاهم لان الاس انود مورتو ذا رايت، يبقى الاليق ان يغذيها الرايت فيجاس. طب افرض الاس انود باظت، القلب يقف، الانسان يتوفاه الله؟ لا ما تخافش، ربنا عامل ريزيرف ليها اسمه اتريوينتريكولار نود، وكما يبدو من اسمها اتريوينتريكولار، يبقى موجوده عند نقطة الاتصال ما بين التو اتريا والتو فنتكل، عشان كده يسموها اتروينتريكولار. طب قول لي فين بالظبط؟ موجودة في الرايت اتريم. ليه؟ في الرايت اتريم هنقولها بعد شوية. على الرايت سايد اوف انتر اترال سيبتم، على الناحية اليمين من السيبتم، من الحاجز اللي بيفصل التو اتري. طب فين؟ مش باينة برضو لأن الرسمة مش مجسمة، بوستيرولي ورا خالص. طيب يبقى لو باظت الاس انود هتشتغل الاي في نود، بس في الحاله دي القلب هيضرب بمعدل ابطا بقى اللي هو 60 بير مينيت، وكمان هتقل شويه بالفيجاس. انهي فيجاس اللي بيغذي الاي في نود؟ خليك ذكي، الاس انود مور تو ذا رايت فبتاخد بالرايت فيجاس، الاي في نود مور تو ذا ليفت فبتاخد بالليفت فيجاس. الاي في نود فيها نقطه في الام اس كيو مهمه جدا، احنا قلنا ان الهارت فيه هنا فايبرس سكيلتون ما يعديش فيها الكهرباء، طب كيف تعبر الكهرباء من الأذنين إلى البطنين من التو اتريال تو فنتكلز؟ عن طريق الاي في نود. يبقى الاي في نود هي الاونلي الكتريكال كونكشن ما بين التو اتريال والتو فنتكلز. دي وظيفة. تاني وظيفة ليها ان لو باظ الاس اي نود بدل ما القلب يقف هيشتغل الاي في نود. طب افرض
اتقطع الكابل اللي رايح للتو فينتريكلز. في كابل هنا هنتكلم عليه حالا اسمه اتري فينتريكولار باندل، لانه من الاترال للفينتريكل، او باندل اوف هيس نسبه الى مكتشفيه. هذا الباندل لو اتقطع يبقى مفروض الفينتريكل هيوقف، واحنا قلنا الفينتريكل ده اسينشال فور ايه؟ فور لايف. ما تخافش، في عندنا حاجه اسمها بيركنجي فايبر هنا، واحده من البيركنجي فايبرز اللي بتغذي الفينتريكل هنقولها حالا دلوقتي، هتشتغل كبيس ميكر وتشغل الفينتريكل اللي هو اسينشال تو لايف بمعدل بطيء جدا 20 ل 40 بير مينيت. طبعا هذا المعدل ما يكفيش الواحد يمارس حياه طبيعيه، انما يبقيك على قيد الحياه لحد ما نركب لك ارتفيشال بيس ميكر. يبقى عندي كام بيس ميكرز؟ ثلاثة. اللي نورمال يشغل دلوقتي الساينو ايترال نود في معظم الناس، اذا باظ هيشتغل الايفي نود. خد بالك بقى الثالثة، مش عاوز عدم ذكاء، مش عاوز غباوة. امتى يشتغل البركنجي؟ مش لو باظ الاثنين، مفيش عند ربنا حاجة اسمها يبوظوا الاثنين. يشتغل لو اتقطع الاترو فينتريكولار باندل، الكهرباء ما بقتش توصل من الاس نود للفينتريكل، يسموها هارت بلوك. في الحاله دي احد الفايبرز دي اسمها بيركنجي فايبرز هتشتغل بمعدل 20 ل 40. يبقى دي اول نوع من الفايبرز سبيشاليز فور انيشيشن اوف كاردياك ماسل فايبر. في فايبرز ثانيه سبيشاليز فور بروباجيشن اوف كاردياك ماسل امبلس. يبقى في fibers specialized for initiation of cardiac impulse S node و AV node و Purkinje fibers، وفي fibers specialized for propagation. تعال نشوفهم بقى. ال AV node اهي طالع منها حاجة اسمها جاية من atrial ventricle، فيسموها atrial ventricular bundle أو bundle of his اللي أنا حاطط عليها الليزر. طب احنا عندنا كام ventricle؟ 2 ventricles، فتنقسم لاثنين right branch و left branch، يبقى رايت وليفت باندلز. خد بالك مش زي الدلتا، يعني الاي في باندل لو عندك قوه ملاحظه بتكمل ذا رايت وان، خليك من اهل اليمين، هي بتكمل اليمين، اليمين دي امتداد طبيعي ليها ويطلع منها الليفت برانش اهو. بعد كده كل باندل تنزل، ده البيز بتاع الفينتكل وده الايبكس، يعني التو فينتكلز عاملين زي هرم مقلوب، ده القاعده فوق والايبكس تحت، فينزلوا من البيس تابعني بالليزر الى الايبكس، وبعدين يبقوا ريفلكتد على اللاترال وول. بعد كده شوف يطلع بيركنجي فايبر، يعني سلك يغذي كل فينتريكولار ماسل فايبر. تخيل كل ماسل فايبر في الفينتكل ليها سلك معين يديها الكهرباء اللي هو البيركنجي فايبرز. ليه بقى؟ يعني ليه كل واحده ليها سلك؟ عشان اللي يسموهم بقى البيركنجي سيستم، الاي في باندل دي اللي شفناها، والتو باندلز بنكمل يمين ويطلع الشمال، وبعدين كل فينتريكو ماسل فايبر ليها فايبر، بحيث ان الكهرباء خليك معايا توصل، افتح ودانك، كل الفينتريكو ماسل فايبرز في ان واحد وكوحده واحده. يعني الكهرباء دخلت في الاي في باندل او باندل اوف هيس، وبعدين راحت للتو فينتكلز الرايت والليفت برانش، قلنا الرايت مكمل عادي والليفت طالع منه كبرانش، وبعدين ينقسم الى اسلاك صغيره سلك الكل ماسل فايبر في الفينتكل، بحيث كل الفينتكل ماسل فايبر تتكهرب في ان واحد وكوحده واحده، في ان واحد وكوحده واحده، فانقباض الفينتكل يبقى باورفول انف تو بامب ذا بلاد اجينست ذا ريزيستنس. وعلى فكره البيركنجي سيستم ده هو اسرع ماسل فايبرز في قلبك، عشان تكهرب كل الفنتريكولار ماسل فايبر بتوع الفنتريكل في ان واحد ات وان تايم اند از وان يونت، فالكونتراكشن يبقى باورفول انف باورفول انف باورفول انف تو بامب ذا بلاد اجينست ذا ريزيستنس. وعشان الكهرباء تمشي في البيركنجي فايبرز اللي هي قلنا بقى ان ده بيسموه البيركنجي سيستم، الاي في باندل والتو باندلز والبيركنجي فايبرز كلهم مع بعض اسمهم بيركنجي سيستم. بتتميز بايه بقى البيركنجي سيستم؟ سؤال ام اس كيو، ان البيركنجي فايبرز larger than the ordinary cardiac muscle fiber، اكبر، وبالتالي مقاومتها قليله، وبالتالي الكهرباء تمشي فيها اسرع. يبقى اكبر muscle fibers في القلب، سؤال ام اس كيو، اللي هم muscle fiber of the Purkinje system، عشان تمشي بسرعه، عشان تكهرب all ventricular muscle fibers at one time and as one unit، at one time and as one unit،
فالكونتراكشن يبقى باورفول انف تو بامب ذا بلاد. نيجي لاخر نقطه وهي ان الهارت هنتفرج مع بعض بيكون من تو سينسيتيا. سينسيتيام في اللغه يعني مدمج. دلوقتي برضو نقولها بهدوء. انا عندي اهو اربع خلايا. الرسمه دي المربع ده بيتكون من اربع خلايا. خليه واحد وادي النيوكليس بتاعتها، خليه اتنين وادي النيوكليس، خليه ثلاثه وادي النيوكليس، وخليه اربعه. مفيش ما بينهم سيل ميمبرينز، مفيش بارتيشنز، حواجز. يبقى ده لو انت عملت ستيميليشن لوان فايبر لفايبر ايه، الكهرباء تنتقل من واحد لاثنين لثلاثه لاربعه، يبقى كلهم هيشتغلوا كوحده واحده. المنظر اللي انت شايفه ده يسموه اناتوميكال سينسيتيام، مدمج تشريحي. مفيش فواصل، مفيش بارتيشنز، مفيش سيل ميمبرين ما بين الخلايا. فما الكهرباء واحده الكل يشتغل. اللي في الهارت عندنا مش كده. الهارت عندنا في بارتيشنز ما بين الخلايا، ما بين واحد واثنين وثلاثه واربعه في بارتيشنز اهي، بس كأن لا وجود لها. ليه بقى؟ لانك برضو لو عملت ستيميليشن للخليه رقم واحد الكهرباء هتروح لاثنين وثلاثه واربعه، لان كل بارتيشن، كل سيل ميمبرين في حاجه اسمها جاب جانكشن. اهو الجاب جانكشن اللي هي الدايره الكبيره دي، خلاص، اللي هو بيبقى هكسا، يعني بروتين سداسي هنقوله في الانترودكشن. الشكل بتاعه بروتين سداسي موجود في نصه في حاجه اسمها انتركاليتد ديسك. انتركاليتد في اللغه يعني محشور بين كل ديسك، اهو محشور ما بين خليتين، فيسموه انتركاليتد ديسك. بيبدي مقاومه قليله جدا جدا للكهرباء، فيري لو ريزيستنت تو الكتريستي. يبقى الجاب جانكشنز والانتركاليتد ديسك دي لا تبدي مقاومه تذكر للكهرباء. فانت لما تعمل استيميليشن لخليه واحده الكهرباء بتنتقل للخليه الثانيه والثالثه والرابعه من خلال ايه بقى؟ الجاب جانكشنز والانتركاليتد ديسكس، فكلهم ينقبضوا مع بعض كانهم مدمج خلوي، لكنه مش مدمج تشريحي زي ده، لان هنا مفيش بارتيشنز، مفيش جدران، انما هنا في جدران لا قيمه لها بسبب الجاب جانكشن والانتركاليتد ديسكس، فنسميها فانكشنال سينسيتيام، اي مدمج وظيفي. الهارت بقى فكر معايا، هل لما بدي اشاره عصبيه للهارت بينقبض؟ فكر، الايترا والفنتكلز مع بعض؟ لا، الايترا تنقبض الاول، الاثنين التو ايترا مع بعض يفضوا في الفنتكلز، وبعدين التو فنتكلز مع بعض يبامب البلاد في الاورطة او البلمونري ارتري. يبقى الهارت ما هواش في الام اس كيو ما هواش وان فانكشنال سينسيتيام، انما تو فانكشنال سينسيتيا. السنجل سينسيتيام مدمج، البلورال الجمع سينسيتيا. يبقى the heart acts as two functional سينسيتيا. ادي الست نقط الاساسية بتاعت محاضرة النهاردة. يبقى we have two hearts because we have two circulations. كل heart معمول من two chambers، وعندي two types of valves، وعندي two types of muscle fiber. في ordinary contractile muscle fiber اللي هي بتنقبض، الordinary موجودة في الاتر أو في الفنتكل، وفي muscle fiber specialized نوعين برضو، يا إما for initiation of cardiac impulse تطلع الإشارة العصبية زي الـ S node اللي هي البيس ميكر، باظت يشتغل AV node. الكهرباء ما بقولش الاتنين باظوا، مش عاوز عبط، الكهرباء مش قادره توصل للفنتكل لان الكابل الرئيسي اتقطع اللي هو يسموه هارت بلوك. الفنتكل اسينشال فور لايف، ما تخافش، واحده من البركنجي فايبرز تنصب روحها بيس ميكر وتشغل الفنتكل، بس بمعدل 20 ل 40 يسموها ايديو فنتريكولار ريزم. ايديو فنتريكولار ريزم 20 ل 40 تخليني يا دوبك نايم في السرير كده وعايش لحد ما يجوا يقولوا لي يحطوا لي بيس ميكر. ثاني نوع من الفايبرز، ما كل حاجه اثنين، سبيشالايز for propagation of cardiac impulse، تمشي الكهرباء بسرعه في الفنتكلز اللي هم الاي في باندل الاولاني الكابل الاساسي، وبعدين التو باندلز. وانتم فاكرين سؤال ام اس كيو بيكمل از رايت وبيطلع منه اللفت،
وبعدين كل فنتيكولار ماسل فايبر تروح لها سلك الجذع الكهرباء، وده اسرع حاجه. ليه؟ لان الفايبرز تخينه ما عندهاش ريزيستنس، الكهرباء بتمشي بسرعه، فالكهرباء كل الفنتيكولار ماسل فايبرز ات وان تايم اند از وان يونت، ات وان تايم اند از وان يونت، فالكونتراكشن يبقى باورفول انف تو بامب ذا بلاد اجينست ذا ريزيستنس. وبعد كده اخر حاجه قلنا ان الهارت بيتكون من تو سينسيتيا، اتريال سينسيتيام اند فنتريكولار سيتيام، تو فانكشنال اناتوميكال. غلط في الام اس كيو لان في بارتيشنز، امال مين لغى البارتيشنز دول وخلاهم مالهمش قيمه ومفيش ريزيستنس؟ افتكر الاثنين صح في الام اس كيو، جاب جانكشن او الانتركاليتد ديسكس. جاب يعني مسافه بين سيل وسيل، جاب جاب يقول لك مايند ذا جاب، يعني خد بالك من المسافه. اما انتركاليتد ديسك يعني ديسك محشور ما بين خليتين، ده معنى كلمه انتركاليت. فاضل لي نقطتين صغيرين عشان ابقى خلصت الانترودكتوري او المحاضره، وهي الاتي. ان اول نقطه عندنا في الهارت تو بالنسبه للاينز، تو بامبس وان اكتشينجر، مهمين جدا في فهم ميكانيكيه عمل الهارت. فاول حاجه عندي الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيس بامب، وده موجود في كل خلايا الجسم خدناه، صوديوم بوتاسيوم اي تي بيس بامب اللي هو بي بامب 3 صوديوم اينز تو ذا اوتسايد اوف ذا سيل و2 بوتاسيوم اين تو ذا انسايد اوف ذا سيل. صوديوم بوتاسيوم بامب او يسموه صوديوم بوتاسيوم اي تي بيس بامب موجود في كل خلايا الجسم، وقلنا ليه وظيفتين، الاثنين بيجوا في الام اس كيو. هو اي صوديوم يغلط ويدخل جوه بيرجعه تاني في مكانه الطبيعي، الصوديوم اساسا بره، واي بوتاسيوم بالعكس يغلط ويخرج بره يرجعه في مكانه الطبيعي جوه. فاول وظيفه للصوديوم بوتاسيوم بامب، افتح ودنك، it keeps the ionic composition the sodium outside and the potassium inside the cell. طب تاني وظيفه، قصد الهي انه بيبامب 3 صوديوم مقابل 2 بوتاسيوم، يبقى ده هيخلق potential difference، فرق جهد. اللي بره 3 صوديوم يبقى بره مور بوزيتيف، هو ده الريستنج ميمبرين بوتنشال. عشان كده الصوديوم بوتاسيوم بامب احد اسباب ان في اختلاف كهربائي ما بين بره وجوه في الخليه ديورينج ريست، يسموها ريستنج يعني ديورينج ريست ميمبرين بوتنشال. او ممكن تجي لك في الام اس كيو ان الصوديوم بوتاسيوم بامب ده الكتروجينيك بامب، لانه بيخلق كهرباء. الكتروجينيك، الكترو يعني كهرباء، وجينيك من كلمه جنريتور يعني يولد، بيولد فرق كهرباء. يبقى لما يجي لك نون الكتروجينيك غلط، the sodium potassium pump is an electrogenic pump. تاني pump اسمه calcium ATPase pump. ان احنا cardiac muscle لانها عضلة بتنقبض من المهدي الى اللحد، ال skeletal muscle الكالسيوم بتاع الانقباض، افتح ودنك، مصدره الاساسي جوه عضلة القلب، جوه عضلة ال skeletal muscle، جوه عضلات الجسم في sarcoplasmic reticulum. إنما عضلة القلب بتشتغل من المهدي إلى اللحم، فبتعتمد على الكالسيوم اللي جاي من بره الإكسترا سيلر والكالسيوم اللي موجود جوه زي السكيليتال ماسل في الساركوبلازم الكريتيكولم. وده سؤال مش كده مهم جدا، يعني السكيليتال ماسل مصدر الكالسيوم جوه أساسا، إنما الكاردياك ماسل مصدر الكالسيوم من جوه ومن بره، من جوه زي السكيليتال ماسل ومن بره من الإكسترا سيلر زي السموث ماسل، انها هي العضله الوحيده اللي بتنقبل على طول فمحتاجه كالسيوم كتير. طب الكالسيوم دخل عمل انقباض، طب عايزين نريلاكس عضله القلب، يبقى لازم الكالسيوم اللي دخل من بره من الاكسترا سيلر نطلعه، هو ده وظيفه الكالسيوم اي تي بيس بامب. نيجي بقى ثالث حاجه اسمها صوديوم كالسيوم اكتشينجر، بتتبادل الصوديوم مع الكالسيوم، 3 صوديوم خد بالك بقى مع واحده بس كالسيوم. هنا كان 3 صوديوم مع 2 بوتاسيوم، واحد يقول لي ما عندكش طريقه تذكرني بيها، قلت له عندي، الواحده كالسيوم تعادل 2 بوتاسيوم، لان البوتاسيوم احادي التكافؤ مونوفالنت اين، بينما الكالسيوم داي فالنت ثنائي التكافؤ. ففي الصوديوم كالسيوم اكتشينجر بيبقى 3 صوديوم، 3 صوديوم بس مش 2 بوتاسيوم بقى، واحده كالسيوم، لان قلنا الواحده كالسيوم تعادل 2 بوتاسيوم. ليه سموه اكتشينجر؟ اهم نقطه في الام اس كيو انه ات وركس بوث دايركشنز، يعني لو لقى الصوديوم كتر جوه يرمي الصوديوم بره والكالسيوم جوه، والعكس بالعكس، لو لقى الصوديوم قليل بره
يرمي الصوديوم جوه ويجيب الكالسيوم بره. يبقى الصوديوم كالسيوم اكتشينجر في الام اس كيو 3 صوديوم مقابل ما نغلطش، مش 2، واحده بس كالسيوم، ويت اكتس بوث دايركشنز. طيب فاضل حاجه نقطه صغيره ونبقى كده خلصنا، انه بالنسبه للبلاد فيسلز، البلاد فيسلز عندنا اهي ده الاورطة، ده سؤال ام اس كيو مهم جدا، بتبقى parallel not in series، يعني متوازية وليس متوالية. يعني احنا شفنا ان البلمونري سيركوليشن والسيستميك سيركوليشن كان وراء بعض، واحد يلي الاخر، فعشان كده كمية الدم اللي طالعة من البلمونري بتروح للسيستميك، ده يسموه in series يعني متوالية. انما البلاد فيسل في الجسم الاورطة لا، البلاد فيسلز مش وراء بعض، موازية لبعض اهو، بارل. ده سؤال مش كيو. ايه الميزه في دي؟ ان ممكن لو في اورجان معين هنا محتاج دم اكتر توسع الفيسل بتاعته، ما يسمى بالفازو دايليتيشن، خلاص فيروح له دم اكتر دون ان يؤثر على الاذر اورجانز، والعكس لو الاورجان ان اكتيف مش شغال تقلل الدم اللي رايح له، تعمل له فازو كونستريكشن دون ان يؤثر على الفيسل الاخرى. طيب هل في اكسبشن لهذا الكلام؟ الليفر اللي هو الكبد عنده دبل بلاد سبلاي، عنده الهيباتيك ارتري اللي هو طالع من الاورطه واللون الاحمر بيغذيه كاي عضو، لكن عنده حاجه تاني اسمها بورتال فين جاي من الجاسترو انستاينال تراك، دبل بلاد سبلاي جايب الاكل اللي هضمناه وامتصناه، اللي الاكل الفود اللي هو هاز بين دايجستد وابزوربد يجيبها للليفر تو بي ميتابولايزد. فالليفر عنده دبل بلاد سبلاي، بس ما تنساش البلاد فيسل في جسمنا parallel and not in series. This allows to increase or decrease the blood supply to one organ من غير ما يأفكت البلاد سبلاي of other organs. وبكده يبقى أنهينا المحاضرة الأولى، وزي ما قلنا مش هتزيد محاضرة أبدا بإذن الله عن 45 minutes، ونلتقي بإذن الله مجددا مع المحاضرة الثانية في الكارديوفاسكولار سيستم. وإلى أن نلتقي أستودعكم الله، شكراً.